بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ما عملت في هذه السنة مما نهيتني عنه فلم أتب منه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك فإني أستغفرك فاغفر لي بفضلك وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم.